لا هن بيحكوا مع بعض ولا عندهم رؤية مشتركة ولا عندهم برنامج إنقاذي ولا برنامج إصلاحي، بعضهم بيقبلش يقعد مع بعض. في منهم هو طلع يحكي ويقول عم يتجرع السم، في منهم قال أمر مر، في منهم قال هو مش مستعد يدافع عنه مش مقتنع فيه. أنا بعتقد بتاريخ الانتخابات الرئاسية في لبنان لم يمر منذ على الأقل 43 إلى ما بعد اتفاق الطائف أن هناك نواب يدعمون مرشحا ويتنكرون له بهذا المستوى، وبعضهم بيقول لك بالغرف المغلقة أنه ما نحن عارفين أنه هو مرشح على الجلسة الواحدة ومرشح على اللحظة المؤقتة. هذا هو اللي عم نسمعه بالعلن فوق الطاولة مثل ما بيقولوا تحت الطاولة، وأنه خلينا نقطع هالجلسة وبكرة سنبحث عن مرشح آخر. طيب إذا أنتوا مش مقتنعين فيه، أنتوا مش مستعدين تدافعوا عنه، بعضكم مستحي فيه، طيب كيف بدك تقنعوا بقية اللبنانيين؟ كيف بدك تقنعوا بقية النواب؟ تقاطعتم جميعا في لحظة واحدة على أمر واحد فقط، وبقية الأمور ما بيلتقوا على شيء إلا على إلغاء اسم سليمان فرنجي. هيك بننتخب رئيس بالتقاطع المصلحي اللحظوي؟ هيك بنبني بلد؟ هيك بنقدر نبني الدولة؟ هيك بنكافح الفساد؟ هيك بنستعيد أموال المودعين؟ هيك بنبني المؤسسات؟ هيك بده يكون رئيس الجمهورية بهالطريقة بالنكد السياسي بالخصومات الشخصية؟ بهالطريقة ما بعتقد أنه عم نبني بلد. نحن بنعرف أنه فريقنا متماسك يدخل إلى هذه الجلسة بثقة وباقتناع، بينما الآخرين يدخلون بقلوب شتى ولكل منهم اعتباره، شيء اعتبار شخصي، شيء اعتبار موقف ضدنا، شيء اعتبار يمكن حدا انضغط عليه يمكن، مهم، لكن بالنهاية كل نائب له الحق في أن يقترع لمن يريد وكل كتلة لها الحق في أن تقترع لمن تريد. نحن سنصوت بثقة عالية وباقتناع بالمرشح الطبيعي الموجود الذي له حيثيته الأستاذ سليمان فرنجية. ما نزل على الآخرين بالباراشوت، ما استحضر من أي مكان، هو موجود وله اعتباره وشخصيته وتاريخيته. نحن رح نصوت هلا بجاوبك بس لخلص فكرتي. رح نصوت للمرشح اللي نحن مقتنعين فيه، اللي نحن بنعتبر انه قادر على التواصل مع بقية اللبنانيين، مطمئن شريحة كبيرة، قادر يتواصل خارجيا، قادر يكون لديه القدرة على معالجة موضوعات أساسية، خصوصا شيء له علاقة بملف حيوي بيعني اللبنانيين اليوم، ملف النازحين السوريين. عنده هاي الإمكانيات وهاي القدرات. نحن بالوقت اللي عم نقدم هاي الفكرة بنقول لكل نائب هاي الخيارات المطروحة أمامك، أنت بتتحمل مسؤوليتك وأنت بتحط بالصندوق ضميرك. لا مضطر تتجرع سم ولا مضطر تتجرع المر ولا مضطر تقول للبنانيين أنه أنا مش مقتنع وغدا يوم آخر. في عندك هل الخيار، أنه في ناس عندها خيار ثالث وخيار رابع، هذا حق للجميع. نحن سنحتكم إلى الدستور، ما عندنا شيء ثاني غير الدستور. شو بيقلنا الدستور؟ بدنا نعمل، نحن متمسكين في غيرنا طول عال، إذا بيجي مرشح آخر بدنا نعيد النظر بالبلد كله. لا لا لا، نحن لا بدنا نعيد النظر بشيء، متمسكين بالدستور وباتفاق الطائف وبالشراكة الوطنية. بس بدي أقول ديمقراطيتنا فريدة بلبنان، ديمقراطيتنا قائمة على التوافق، قائمة على الشراكة الوطنية. مقدمة الدستور بتقول لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك. بس بدي أذكر وقت الدستور بيقول 86 نائب نصاب الجلسة الأولى والثانية والعاشرة والعشرين، ليقول أنه انتخاب الرئيس لأنه رأس الدولة، لأنه بيمثل الجميع، لأنه دوره أساسي، لأنه محترم من كل اللبنانيين، يحتاج إلى أوسع شراكة إسلامية مسيحية، ويحتاج إلى مشاركة كل الفئات المكونة للعقد الاجتماعي اللبناني. ما حدا، لا نحن ولا غيرنا، لا نحن بدنا نفرض على حدا، نحن بنقول يدنا ممدودة للحوار وللتفاهم. يدنا ممدودة للحوار للتفاهم. الرئيس لا ينتج إلا بالتوافق، الرئيس لا ينتج إلا بالتوافق. نحن من اليوم الأول، من اليوم الأول، من اليوم الأول، إيه لا رح نحكي بصراحة، نحن نحكي بصراحة، ما عندنا شيء فوق الطاولة وتحت الطاولة.
بدك هلا بيجيك نواب كتار، بدك تسألي اللي بيحكوا تحت الطاولة وفوق الطاولة واللي بيقولوا انه هذا مرشح اللحظة والجلسة الواحدة من بكرة بدنا نحكي باسم ثالث. نحن لحوار في فريق مسيحي واسع لا يريد سماح. نحن نحترم. بتروحوا على خيار ثالث؟ خليني اللي تجاوبك اللي اعلن، مش انه هلا عم نحكي بس. اولا نحن نحترم كل فئات الشعب اللبناني. هذا الرئيس للمسلمين والمسيحيين، نحن مش رايحين ننتخب رئيس طائفة ولا رايحين ننتخب رئيس حزب، لا نحن نفرض على الآخرين ولا بدنا الآخرين يفرضوا علينا. من أول يوم قلنا جيبوا كل الأسماء بما فيهم الأستاذ سليمان فرنجية، وكل واحد عنده اسم يجيبوا، بنقعد على طاولة حوار غير مشروطة وغير إلغائية. يعني ما حدا يجي قلنا تعال نجيب كل الأسماء باستثناء الأستاذ سليمان فرنجية. ليه بدنا نجيب كل الأسماء ما عدا هذا الاسم؟ نحن حاضرين وعم نحن بنضلنا نتحاور لنتوافق، بنضلنا نتحاور لنتوافق. الزور معه أكثرية أصيب خلينا أكثر من خلينا نشوف ما نستبق الجلسة. شو برأيك؟ أنا ما بدي أحكي. لحظة شوي. معنا غالبية الشعب اللبناني، رح نشوف نتائج الجلسة، رح نشوف نتائج الجلسة. طولوا بالكم. عم تضغطوا على نواب التيار؟ أبدا. طيب أولا خلينا ننطر نتائج الجلسة، ما نستعجل، خلينا ننطر نشوف رأي النواب. ليه عم نصادر رأي النواب قبل؟ بالنسبة للسؤال اللي له علاقة بالتيار الوطني الحر، نحن خلال 17 سنة من التحالف ولا يوم سمحنا لأنفسنا بالتدخل بشؤون التيار. نحن مع خصومنا من نتدخل بوضعهم الداخلي كيف مع أصدقائنا. هلأ أي حدا عنده مشكلة ما يرميها علينا، يروح حل مشكلته بعيدا عننا. نحن لا أخلاقيتنا ولا طريقتنا ولا منهجنا أنه منتدخل أو منتلاعب بقوى أخرى. نحن طبعا نتحاور مع الكل، بنناقش مع كل الكتل، وبنقدم وجهة نظرنا علنا فوق الطاولة وتحت الطاولة، وبنقول للناس نحن مقتنعين بهذا المرشح، تعالوا تفضلوا لنتحاور. إذا ما اتفقنا بنشوف عشو ما بنتفق، لأنه إذا ما اتفقنا ما حدا قادر يجيب رئيس، ما حدا عنده 86 نائب. هلأ الجلسة خليها تمشي لنشوف مين عنده أكترية ومين ما عنده أكترية. جيد، لذلك نحن منفتحين على الحوار، يدنا ممدودة. يعني عم تعترف لا سليمان فرنجية رئيس ولا جاري؟ لا، عم قول لا نحن فينا نفرض ولا هن فيهم يفرضوا. ولا يوم نحن قلنا بدنا نفرض رأينا. نحن عنا رأينا بنقوله علنا وبنقوله بكل اللقاءات، بس ولا يوم قلنا المرشح سليمان فرنجية سنفرضه على الآخرين وإنه مش مستعدين نناقش. حدا يجيب لنا شي موقف لحزب الله. بدي أذكر دكتور حسن استمرار الجلسة بدوره رئيس. هلا شوف لا لك شيء. أولا رئيس الجمهورية بلبنان بده ينتخب بتوافق، لأنه منه رئيس عادي أو رئيس جهة أو أنه صوت بالطالع وصوت بالنازل. نحن من زمان وقفنا العد بلبنان وقلنا الديمقراطية توافقية مش عددية بلبنان. نحن لحظة شوي عال جيد ما رح وقف عدهم. هلأ رح نفوت على الجلسة، بس لجاوب رح نفوت على الجلسة. ما حدا رح يفرض على حدا شيء، كل واحد بحط الصوت اللي بده إياه. بنجيب الدستور، شو بيعطينا حق الدستور؟ عنا خيارات متنوعة كمان، ما حدا يفرض علينا. شو بدنا نعمل؟ انه حدا بده يفرض علينا نبقى او نظهر، هذا حريتنا رح نمارسها. بس اليوم من الواضح انه ما رح يكون في انتخاب لرئيس. اليوم ما بعتقد انه حدا بيقدر يفرض مرشح معين تحدي واستفزاز وما شابه. امام الثبات اللي عم تتحدث عنه لفريق والتشتت لفريق اخر، هل من المجدي بعد الحوار؟ اكيد ما في خيار قدامنا جميعا الا الحوار والتوافقات. انا ما عم اقول اجماع، عم اقول توافقات بس. ليس جميل بس وين الحوار؟ هلا بنشوف شو عنا. هلا بنشوف، خلينا ننطر الجلسه. انا ما بدي احكي عن توقعات ومفاجآت، انا بحترم راي كل النواب، كل واحد بده ينزل بالصندوقه، رح نفرز ورح نطلع بالنتيجه. حسب النتيجه بنجي بنشوف شو الموقف اللي بده ينعمل. بالنهايه بدي ارجع اكد كل الكلام والضجيج الذي قيل حتى عن هاي الجلسه انه ما رح تصير، رح يصير في اضطرابات واحداث ورح يصير منع، كله تبين شائعات وكذب وافتراءات مارسها
خطاب تحريضي سياسي طائفي مذهبي بالبلد. لا 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 ما تقوليني شيء ما قلته. هلا ما تقوليني شيء ما قلته. انا عم اقول انه كل الشائعات التي بثت في البلد تبين غير صحيحه من اسبوعين، وكله بشكك بهالجلسه. هالجلسه رح تعقد ورح نفوت على المجلس ورح نمارس حقنا الدستوري والقانون الكامل. اخر سؤال، نحن قلت بنحترم راي كل الفئات اللبنانيه والفئات الاخرى بدها تحترم راينا ايضا. نحن هون ما عم ننتخب رؤساء طوائف، عم ننتخب رئيس لكل اللبنانيين، وبدنا كل اللبنانيين يكونوا متفاهمين ويعطيكم عافيه. للحوار يعني اذا الرئيس بري عم بيقول انا في من يدعي للحوار. اخر شيء نحن كلنا معنيين نقعد مع بعض، ما في امكانيه لحدا يكسر حدا بالبلد. بس سؤال، هل وقع الطلاق بينكم؟ لا، نحن ما بنعمل طلاق مع حدا، نحن ندعو الى الحوار مع الخصوم كيف مع الاصدقاء. يعطيكم العافيه.